اهلا اهلا، واخيرا اقنعت دينا فاروق انها تطلع معايا. انتوا مش فاهمين انا بتحايل عليها بقالي قد ايه. ازيك يا دون دون؟ عاملة ايه؟ انا مش شايفة اي فيوز ولا شايفة اي حاجة. هقفل لك الصفحة. لا 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 لا، بيجوا بس هو الطبيعي ان احنا بنفتح اللايف على ما الناس بتشوف. بصوا ايوه بقى، احنا 4 بنات، انا الكبيرة، دينا فاروق اصغر مني ب3 سنين. الناس بتفتكر دينا فاروق من كتر ما هي ذات حيثية، ولا حيثية ولا أي حاجة، أنا مش عارفة بيفتكروها مصيرة. ان هي اكبر مني، وفي عشان انت ذات حيثية مش عشان حاجة تانية. هنبتدي بقى اللايف اسمعوا بس دوت. اسمعوا، وعشان هي مهمة في الشغل لا وكده. ولا مهمة ولا أي حاجة، ياه، هتبوظ لنا مفيش اللايف أي من اول ما فتحنا. أهمية، ما احنا ما طب نبتديش لو دينا سمحت اسمعي، متواضعة متواضعة، طب بصي مفيش يا ايه، أهمية خالص ولا بصي عشان انا هلف واقعد، مستحيل. فانت لازم تخرجي. ماشي. هحكي لكم بس ان هي ذات اهمية. طيب، دينا دي اكتر واحدة مكافحة في العالم، واحنا قررنا ناخد نية ان انا اعمل معاها حوار. هي اشتغلت ازاي ووصلت للي هي فيه ده؟ هي طبعا شايفة انها ما وصلتش لأي حاجة خالص، بس يعني ما علينا. ازاي وبدأت ازاي، والشغف، والستات ازاي بتبدأ تحب الشغل. يعني يا دينا لما يبعتوا يقولوا لي ايه، يعني انا جيلي رسائل كده، والنبي انا عايزه اشتغل، انا عندي 45 سنه وعايزه اشتغل حاجه اونلاين من البيت، بس انا ما عنديش خبره خالص. طب انا المفروض اعمل ايه؟ ما عنديش خبره خالص، ساعديني. ايوه، اساعدك في ايه؟ انت ما اشتغلتيش عمرك كله، وما خدتيش كورسات، وما نمتيش نفسك، وما بتعرفيش حتى تشتغلي، وعايزه حتى لما تيجي تشتغلي عايزه تنزل تشتغل، مش عايزه تنزل، عايزه تفضل قاعده في البيت تشتغل من البيت، وما عندهاش خبره وما تعرفش تعمل ايه، فمش هقدر اتابعها. استنوا بقى، انا هحكي لكم على دينا. استنوا، من ايه؟ ازيك يا دندن؟ ازيك يا دودو؟ احكي لي بقى يا دينا، انت ماسكه ميه صح؟ انت خدتي كوبايه الميه بتاعتي؟ معلش عشان انا بعطش كتير. بصي بقى يا دينا، طبعا دينا احنا نعرف الناس، انت بداتي عايزه تشتغلي من امتى؟ كان عندك قد ايه؟ بدأت أشتغل، كنت عايزة أشتغل من وأنا في الجامعة. من وانت انت عارفه ان احنا في طنطا كان عيب، الناس عادي كانت صحابنا في مصر يشتغلوا في الجامعه عادي، برضو يعني كنا ايامنا ما كانش كده، ايامنا ما كان كانش عيب بقى عادي في قوي. طنطا. لا في طنطا بقى كان عيب اكتر، يقول لك ازاي يعني مش عارفين نصرف عليكم. يعني ايوه، كان انت عندنا، رحتي قلتي لبابا رحت عايزه ايه؟ لبابا بقى واعيط واقول له النبي انا عايزه اشتغل. عندنا واحده صاحبتنا بنت ناس وكده واهلها مرتاحين وكل حاجه، بس راحت اشتغلت، اشتغلت واشتغلت فين؟ في كنتاكي وكانت بتاخد 700 جنيه. فاحنا طبعا الكلام ده شوفي سنة 96 ولا 95، رقم ومبلغ، وبرده يعني ما احنا في 700. طنطا وفي كنتاكي بقى امريكانا بقى وشركة وبتاع وكده. فانا بقى كلنا عايزين نشتغل زي صاحبتنا، فرحت لبابا وزع وعيط ولسه قايم مفكرين القصة دي. قلت لها افتكرتي صحيح، يقول يا بنتي عيب، هيقولوا عليكي ايه، مش هيقولوا مش عارف. عارفين ناكلك ومش عارفين نشربك، ما عندناش شغل دلوقتي خالص. رفض نهائي وبقيت اعيط وبتاع. المهم بقيت بعد كده فما اشتغلتش طبعا وقت الجامعه. فجيت قبل ما بتخيدوك، خلصت الامتحانات ولسه الشهاده ما طلعتش، شهاده الجامعه ما طلعتش ان انا خلصتي اتخرج. رابعة كلية تجارة؟ لا طلعت، خلصت رابعه كليه تجاره ولسه الشهاده ما طلعتش. رحت اشتغلت على عند شركه كده، مش فاكره كانت شركه صغيره قوي، انا وواحد كان معانا في الجامعه برضو بس كان في كليه صيدله، وهو برضو بقى بوزيشن كبير بقى ربنا يكرمه في السعوديه وكده، كان برضو طموح وكان بيفرغ على الشغل برضو، وبرضو ما شاء الله ربنا يعني فتح. واد نجح. ناجح، ما اصل هم اللي الساعية يبقى اللي من الاول. فالمهم رحنا نشتغل عند شركه صغيره قوي، كانت شركه اوضه وصاله، في بنبيع طنطا ايه، على اول على الشارع. اول شيء بنبيع انترنت. انا اموت واعرف يعني ايه ساعتها، انا هحاول افتكر. وبرده ايه اللي فكرتني، ايه دي كانت صغيرة خالص، ايه ايه صغيره فكرتني وفاكرة. وقالت لي، واشتغلنا شهر ونص ولا شهرين، وبتنزل اروح للمحلات ابيع لهم باقه انترنت. عايزه افتكر ايه ده فاكرة، أيوة فاكرة والله. مكانه بيطلعوا الإعلانات. اعلانات ايه الأرقام، فاكرة اللي كان الأرنب ده، إيه اللي كان بيقعد يرقص والله، ولا في فاكره قناة ارنب ولا دريم. فاكره اي حاجه. انا اشتغلت فيها شهر ونص. لا بس هي موضوع الانترنت ده الكلام ده في التسعينات، ده احنا أيوة احنا سنة سنة 97، سبعة يعني انا وتسعين مش فاكره اصلا الانترنت ده كان فين ولا يعني امتى ولا الساعه كام، يعني ولا دي كان في حاجه غريبه موبايلات، جدا. مش فاكره بقى كان صح ولا كانت نصبايه، انا مش فاكره. كنت عيله صغيره، عيط كنت عيط. باخد 200 جنيه. المهم الراجل ايه يا عيني نصاب وما اداناش ال 200 جنيه.
بقى الايه صحابي بقى اللي معايا في الشغل بقى تضامنوا معايا بقى وكده وراحوا سايبين الشغل ب 200 جنيه بقى والراجل بقى ايه كان يعني انت نزلتي وبقيتي تروحي للمحلات وكده سيلز فسيلز طبعا ما انا ايه بقى بشتغل سيلز وبعدين بقى قدمت في زيروكس كنت لسه بقى مين بقى اللي خلاكي تقدمي في زيروكس يا دون دون الاستاذه انا المبادره القائده بتاعتنا بقى كان زيروكس بقى وقتها لسه زيروكس بقى في طنطا بقى زيروكس بقى كانت في طنطا بقى هي بقى بنتفرج على الناس وهي رايحه وجايه ونقول مين ايه ده ما هذا ايه ده لابسين بقى البدل ولابسين بتاع وكده وكنا نفسنا بقى انت كنت قابلينا انا رحت القاهره قدمت في القاهره واشتغلت هناك وانا رحت مقدمه بقى بعديكي في انترفيو بقى بس انترفيوهات بقى كانت صعبه وانا بقى تافهه جدا عيله انا ما اهتمتش كان عندك واحد كان عندي 20 سنه متخرجين صغيرين انا اتخرجت بقول لك كنت لسه ما استلمتش الشهاده بتاعت الجامعه فرحت بقى عملت انترفيو في مصر بقى مع 7-8 بقى سيلز دايركتور وحاجه بقى والاسئله صعبه جدا كانوا بيسالوا ايه فاكره طب ده انا فاكره الاي كيو تيست ايه والله العظيم انا فاكره عمري ما انساه لان سبحان الله انا عديت على حاجات كتيره جدا نسيتها الا زيروكس ايه بقى مفيش بقى رحت بقى زيروكس فدخلت بقى امتحانات الناس بتمتحن امتحانات غريبه والناس بتسال اسئله بقى كده حد انا بس عايز اسال سؤال علشان الناس انت كان عندك لسه 20 سنه وبتروحي اول حاجه راحت شركه انترنت طلع الراجل نصاب تاني حاجه عايزه تروحي تقدمي هتفطسي وتشتغلي انما ما قعدتيش وقلتي انا اتخرجت حد يشوف لي شغلانه كنا في الجامعه بقى كنا نقول احنا بقى اصحابنا بقى في الجامعه هنشتغل مش عارف ايه اللي يقول لك لا ده واسطه اقول لهم يا جماعه ما فيش وسايط نشتغل يعني كان في عندنا في الشارع والناس بناخد مع بعض الدروس وكده كنا نبتدي نمسك بعض انا بقى بقول لهم يا جماعه برغم انت عارفه بقى عندك عمامك بقى واعضاء مجلس الشعب وعندك بقى القصه دي وتقدري وجابوا لنا وسايط نشتغل بقى في حاجات في البتاع بس احنا ايه يعني بس احنا حبينا ان احنا نمشي في البتاع لان انت حتى الواسطه بتجيلي بتدخلك بس بتبتدي بس البدايه بس انت عارفه زيروكس والحاجات دي كلها مفيش وسايط احنا ما كانش حلمنا نروح نتعين بمرتب ما كانش حلمنا ده خالص لا وكانوا يقولوا لنا ايه ده مثلا وزاره الري طالبه كذا او مثلا كهرباء او شركه مش عارفه ايه قطاع عام فطب ما انت عمك عضو مجلس شعب ممكن بكلمه حد يقشره ويعينوكي احنا كنا بنرفض كنا بنرفض عايزه اقول لك بقى ان انا جالي حتى انا بس هقول لك فرحت امتحنت بقى في زيروكس الامتحانات بقى اللي هو اللي بيعملوها بقى اللي هي البادي لانجويج ويحطوكي تحت ضغط وكان بالنسبه لي بقى تافهه جدا مش فاهمه اي حاجه ويسالوكي سؤال وبعدين يضغطوكي نفسيا مش عارفه ايه وبتاع فانا قلت ايه ده انا دخلت المخابرات الامريكيه الاف بي اي بقى وقاعدين بقى هم طبعا لغايه دلوقتي اساتذه كبار يعني وناس في السوق في الماركت كبار جدا يعني يعني ناس اسامي كبيره جدا فطبعا اشتغلت بقى في زيروكس بقى ففجاه يعني قبلتي في الانترفيو قبلت بقى في الانترفيو بقى لدرجه انا فاكره عمري ما انسى واحده صاحبتي يعني هقول لك على حاجه انا مثلا قعدت مع 8 انترفيو الاول الاي كيو تيست بعد كده لو فلحتي فيه تدخلي الانترفيو انا بس عشان ما انا معي انا ما ساعدتكيش انا قلت لك هم طالبين لا ما حدش ينفع يساعد حد في الشركات عشان ما يقولوش ايه اصل اختها شغلت لا مش الكلام ده انا معلش عارفه اشغل نفسي في امتحان كده بيجيلك طبعا اللي في الامريكان عارفينه الاي كيو تيست لو نجحتي فيه تدخلي الانترفيوهات لو ما نجحتيش فيه تدخليش الانترفيو اصلا بتوحده بتقول يا سلام يعني ما تعينتيش يا مدام دعاء في الاي ار تي بواسطه كل الشغل في مصر بواسطه انا عارفه الاي ار تي دي دعاء انا عارفه قصه الاي ار تي دي انا عارفه دعاء راحت قدمت ازاي من الاي ار تي جابت خلاص ما هو في اليلو بيج صح جابت من الفهر القاموس كمان ما كانش فيه حتى اليلو بيجز اللي هو الفهرس بتاع التليفونات لا هو في ناس مهما اتكلمتي لا يمكن تصدق وهم اللي في دماغهم واحنا نعرف مين في الاي ار تي هو احنا نعرف حد معرفش اصلا احنا نعرف مين في الاي ار تي احنا جايين من طنطا احنا كنا نشوف صفاء بالصعود في التلفزيون في الطفوله دي بالنسبه لنا الستار طبعا وما زالت طبعا يعني بس احنا نعرف مين اصلا احنا قاعدين في طنطا ما نعرفش حد يعني لو نعرف نقول على فكره مش مكبي على فكره بالظبط فامتحنا البتاع وبعدين فجاه بقى اتواجهت بالواقع المرير ان انا ماسكه محافظات
وعندي 20 ما كملتش ال 21 سنه. هما بقى شغلوكي ايه يا دينا؟ ماسكه سيلز، ماسكه الوجه البحري، ماسكه المنوفيه والبحيره والسادات وكفر الشيخ و... اوف 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 وبروح مناقصات. ماسكاهم بمعنى ايه؟ يعني انا مسؤوله البيع في المحافظات دي. مظبوط. بتبيعي ايه كنت؟ ورق التصوير. ورق التصوير اللي هو الاي 4 الورق العادي. الاي 4 بقى والاي 3 الورق الابيض العادي. الورق الابيض مناقصات. بعدين مديريني كلهم في مصر، وانا في طنطا في المركز بتاع طنطا، وبروح كل يوم كل اسبوع اروح الميتنج بتاع مصر وارجع وبتاع. فطبعا المحافظات دي قصه، وعايزه اقول لك احلى سنتين في حياتي، رغم ان هم كانوا اصعب سنتين في حياتي. ده يا دينا اللي احنا شفناه معاكي في السنتين دول، لا ده كان قصص. شيء قاتل. يعني انت النهارده صغيره وعندك 20 سنه وما عندكيش لسه، اولا بتعلق لسه بابايا يا دوب معلمني السواقه، بزك كده على العربية بتاعته البولونيز انت عارفة، ويا دوب بروح ايه وبتاع. فجأة تلاقي نفسك لازم تروحي. كنت اروح من الشغل اعيط زي العيال الصغيرة، مامتي تقولي امشي زي اي حد. ماما كانت على طول تقول لنا ايه، امشي انت على قلبك ليه، اعيط. تقول لها لا مش ماشي. أيوة انا صح. انا لان انا اروح ازاي الخطبة، يعني ايه ازاي طفلة عندها 20 سنة اروح اركب 3 مواصلات والعربيات ساعتها اللي هي القديمه بسنه 50 لا مش الميكروباص. انا لسه ما بكلم حد من صحابي يقول لي، قلت لهم لا مش الميكروباص ده الطياره. في العربيات اللي هي كذا عربيه بتوصل لغايه ما توصلي للمناقصه في حته اسمها سلسل ليان. صح. وتروحي تحضري المناقصه. ده انت ليكي قصه رهيبه في سلسل ليان دي يا دينا، احكيها لي لو سمحتي. واحنا طبعا قعدنا دينا تقول لي دعاء ما ينفعش نحكي القصه الرهيبه دي، قلت لها لا لازم تحكيها عشان الزيروكس كانوا عاملين نظام بالتارجت والشهر ومش عارفه ايه. فالمهم ان احنا بنقفل السنه، واي اوردر هيجي مثلا النهارده او اي شغل هيجي النهارده يتحسب، يدخل في بونص، يدخل في ترقيه، يدخل في قصه. الناس طيب. عارفه القصه دي؟ لا الناس مش عارفاها. يعني الناس اللي يعني بتشتغل يعني، يعني هي لازم تجيبي ليكي تحدي، يعني هي مثلا لازم تبيع مثلا ب 10 قروش 100 قرش ب 100000 جنيه مثلا في الشهر. زي انا لازم تبيعي ب 10000 جنيه في الشهر ايامنا، ما يعادل 100 دلوقتي. فهي لازم تجيب التارجت ده. تعمل ايه بقى؟ تفضل تعدي على كل الناس اللي بيشتروا الورق. كان عندنا عملاء وبتاع. المهم كان في مناقصه انا اوريدي خلاص بكسبها او كسبتها. كسبنا المناقصه لصالح زيروكس، بس لازم امر التوريد يطلع ويدخل والحاجه تروح قبل ما السنه تخلص. وخلاص يا دوب هو فاضل بكره اخر يوم. فلازم اروح النهارده. فرايحه قاتل يا مقتول، لازم اخد وانا معايا امر الايه التوريد والمش عارفه عشان يا دوب الحق اخزن وادخل. فالمهم رحت الصبح، كانش لسه معانا عربيه، كنت لسه صغيره جدا. فرحت مع زمايلي في زيروكس، كنا زي تيم جميل جدا. باباي بغلهم. كنا نروح من طنطا ساعه بقى ايه زمايلنا نطلع مين معايا يا جماعه طالعين النهارده مثلا السادات نطلع سوا. فكان معايا زميلنا مش فاكره اسمه ايه طبعا. رحنا وبتاع. فانا الاستاذه مش عارفه مين رئيسه القسم جت ولا لسه، ده لسه جايه من مصر، ده هي في الاستراحه، ده هي كذا. طب وانا قاعده بقى ايه وكل شويه اكلم مديري يقول لي ها ما مضيتش ولا لسه، يلا عشان وقت ونلحق وبتاع. فانا قاعده فجاه لقيت الساعه كام؟ الساعه 5. يا لهوي. الساعه 6 الضيف اللي هي الموظف قال لي انا لازم امشي. قلت له امشي انا قاعده، يعني قاعده لغايه اما تاخدي امر التوريد. قاعده انا بايته ان انا ايه مش مركزه غير مش لا ما قلتش انا بايته، قلت انا قاعده لهم يعني. قاعده لغايه ما اخد الحاجه. فين بقى على الساعه 7 8؟ يا لهوي. وانت في بلد قريه؟ انا مش في قريه، انا في سلسل ليان دي. لو انا فاهمه، لو انا فاكره صح، من طنطا لشبين الكوم، وبعدين من شبين الكوم لمنوف، بعدين من منوف لسلسل ليان. يعني في عندك لغايه ما توصلي شبين الكوم ده انت عندك يعني عندك سايكل. خط طويل قوي. خط طويل. وراكبه ولا في موبايلات بقى يا حلوه. الله. ولا في انترنت ولا في كده. فجاه الساعه 7:30 8 اتخضيت. يا لهوي انا هروح ازاي؟ انا مش عارفه اعمل ايه. طب فين المواصلات؟ طب مين يودي؟ قال لك العربيات كلها مشي. ما لقيتيش مواصلات خالص. ما فيش بقى. والدنيا بقى ايه؟ وخدتي امر التوريد؟ خدتي امر التوريد. بس الساعه كام بقى؟ وبعدين بس انا مش عارفه تروحي. مش عارفه اروح. فنزلت يا عيني، فلقوا عربيه نص نقل كده فيها راجل كبير غلبان محترم كده. قال لي ما فيش غير العربيه دي قدامك نص نقل. فانا طبعا طفله على الطريق السريع ونص نقل، وانا يعني صغيره
قلت له حضرتك رايح فين؟ انت كنت ساعتها في مصر. انت يا دعاء كنت ساعتها في مصر مش في طنطا. قال لي انا رايح شبرا. قلت له نزلني مصر، انا هعمل ايه؟ ما انا يا اما اروح طنطا يا اما اروح مصر، انا بقى انت هناك وخاله هناك وبتاع. قلت انا عايزه اي حاجه توصل لي اقرب حته عمار، خلاص الدنيا بالنسبه لي ايه. وكلمت مامتي طبعا وقلت لها انا اصلي هروح كذا. ركبت العربيه طبعا وانا في كل في دماغي كل الافلام بتاعه الحوادث والناس بيشربوا حاجات على الطريق، وقاعده بقى مرعوبه عماله اقول انا عملت في نفسي كده. ما اقولش الناس تعمل زي، والله اعلم برضو الدنيا مش الدنيا مش امان يعني، انا بحكي بس ما حدش يعمل كده. اوعوا والنبي عشان الدنيا غير برضو. احنا طبعا عشان انت ابوك وامك كانوا طيبين، ربنا وقعني في راجل ابن حلال. المهم ايه، في النص قلت له طب، قال لي ننزل انا هتكلم في التليفون، عارف السنترالات اللي هو الو ايوه انا جاي في الطريق بقى. كلمي سنة كام؟ وحتى الموبايل كان دخل في مصر يمكن ما دخلش لسه المحافظات. فبس اتكلمت في التليفون، ايوه يا دعاء انا جايه لك استنيني، احنا هننزل في الحته الفلانيه بتاع. فالراجل يعني بيجيب لي مانجا عصير مانجا يشربني. قلت يا نهار اسود، العصير انا فاهمه الافلام اللي بتنزل في التلفزيون، حط لي فيها السن ولا يحط لي فيها المخدر ولا انا واعيه بقى. واحده اقرا الايات القران، لقيت الراجل يعني هو ماشي في العربيه يقول لي انا فلان وعندي ولد والولد كذا، ويعني يا ريتك تبقي لابني. فانا ابنك يعني طبعا على راسي طبعا، الناس ده احنا ضحكنا ده زي الفل. بس طبعا ابنك ايه حاج ده نجاسه يعني، قال لي انا ما شفتش في ادبك واخلاقك. قلت اخلاقي ايه بس وادبك؟ انت جايبني من على سلسل ليال حضرتك يعني وبتاع مش عارفه ايه وكده. وراجل عسل وقعد يقول لي بقى واحنا ماشيين وانا اجيب لك وانا اجيب الجهاز وانت تجيبي كذا وابني وجوزك ابني ومش عارفه ايه. عسل يعني، راجل ابن حلال خالص. وكان راجل، المهم راجل كان امين والحمد لله وصل لي بالسلامه للقصة. الحمد لله بقيت عرفت بقى في زيروكس كلها انه دي القصه دي كانت مشهوره جدا. نص النقل ورجعت بالنص النقل زي البشريه على الطريق السريع. عارف اللي هو بقى يهزروا معايا طبعا يعني اصحابني وكده ومش عارفه ايه وكده. طبعا اتعرفت المليون حاجه بقى كده في الطرق دي بقى، يا لهوي. يعني انا برضو في مره كنت رايحه بس كان معايا عربيه بقى. طب احكي لي، كان الشباب يقعدوا شافوكي بقى وانت صغيره عندك 22 سنه راكبه بقى عربيه؟ انا بقى الحمد لله كنت ايه يعني، الحمد لله يعني كنت لهلوبه كده بتجيبي شغل. جبت على شغلي بالمضحره كده بس كنت بتعب قوي وكنت بقى كده. فكانت فجاه بقى خلاص الحمد لله ترقيت بسرعه يعني، مش ترقيت، خدت زيروكس ستاف وايه وبيدوا عربيات للناس وبتاع. فصحابي بقى اللي في الجامعه لسه واخدين الشهاده، واحنا لسه واخدين الشهاده ما فيش، لقوني بقى ايه بشتغل عربيه وبتاع. فابتدوا يقولوا ايه ده احنا عايزين زي دي. قلت لهم تعالوا انا ما يعني الشباب بقى شايفينك راكبه عربيه، انا بقى بيسلموا عربيات ومش عارفه ايه طبعا. فجأة بقى احنا سيلز من سنه سيلز بيسلموا عربيه، شايفين المعاناه بقى، هم شايفين العربيه وشايفين بقى الجاكيت وشايفين الليتنج وشايفين زيروكس وشايفين بقى الايه الغلب وسرس الليان وسرس الليان وشايفه بقى. المهم كان في ناس معانا صحابنا كويسين وطول بعرض ما شاء الله بتاع اولاد ناس وكل حاجه، اولاد ناس ومحترمين، شافوا دينا راكبه العربيه قالوا عايزين نشتغل الشغلانه اللي دي. قلت لهم عينيا، وانا كنت والله بعمل كل حاجه لانها مش شركه يعني بالعكس احنا تعالوا قدموا بس هيعدوا في الاختبارات اللي عدت. المهم ايه، وديت لهم كل البتاع، راحوا شافوا قالوا لي هو انت بتشتغل زيك؟ هو انت بتروحي اللي هو المنوفيه لا 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 اللي احنا عايزين نقعد على مكتب تكييفنا نروح الساعه 3 ناخد المرتب ونمشي. ايه دي المشكله؟ هي دي الاستسهال. هم بيشوفوا من بره المنظر الناس تفتكر يقولوا الله دي بتشتغل بسرعه كده، اكيد واسطه، بتشتغل بسرعه كده ليه؟ أيوة. اكيد ما بتعملش حاجه. لا ما بيشوفوش، احنا كنا بنبات شوفي احنا قعدنا انا قعدت 5 سنين في زيروكس دي مدرسه طبعا ويعني بس كنت اطلع من طب احكي لي مره يا دي، انا ما طلعت مره من طنطا، لفيت الوكه البحري ورجعت مصر، رجعت طنطا تاني يعني. انا طلعت طنطا دمنهور. لا دينا اكتر واحده سادات مصر، دينا اكتر واحده بتوه في العالم. طب انا يا دينا لازم احكي حاجه برضو. معلش بس دي حاجه هنقولها كده في السريع، المضايقات اللي ممكن تيجي البنوته صغيره وحلوه وكده، وحد ممكن يضايقك ويعمل ويبقى ايه حد يعني لا 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 حد كده، فانت قمتي طالبه تقابلي
رئيس مجلس الإدارة حد زهقك في حاجة في طلب فقعدتي تعيطي وقلتي عايزة أقابل رئيس مجلس الإدارة؟ دي كانت مناقصة في شركة كبيرة، كانت مناقصة وحد ضايقك وقعد يقول لك يساومك ويقل أدبه وبتاع، قامت هي احكي لي القصة دي عشان دي مهمة. القصة دي مهمة جدا يا جماعة. كنت بروح كل يوم، قعدت 6 شهور مناقصة كده ما كانش حد بيعرف ياخدها. وأنا كنت أصحى كل يوم أروح الصبح أنزل أركب برضه في الوقت اللي ما كانش معايا العربية، عمري ما أنسى. كنت انزل اروح الشركه دي وافضل قاعده مع الموظفين لدرجه قالوا لي انت هتمضي معانا حضور وانصراف. قعدت 6 شهور. المهم يعني حتى من الموظفين عادي يعني كده، لا ما راح مسقطني في مسقط المناقصه، فرحت قعدت اعيط واتنهنه ورحت مقابله رئيس مجلس الاداره. طلبتي تقابلي رئيس مجلس الاداره؟ قالوا لك لا. لا انا عيله صغيره. انت هتقابليه ازاي ده؟ نزلت وقعدت كده، قعدت تعيط تعيط، فقال لك تعالي يا بنتي، مالك يا بنتي؟ بقى محترم جدا وعمل ايه لازم الشؤون القانونيه والموضوع اتحول وخد مجرى الطبيعي، وقامت واخده على فكره ناس كتير. بصي 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 هقول لك على حاجه، بيقول لي مضايقات، لا الناس الناس طيبه. والناس لما بيلاقوا حد محترم وحد كويس طيبين، من البنات ما تخافش. يعني البنات الصغيره ما تخافش. لا عشان انا بس ده مهم بس والنبي، عشان احنا عندنا استنباط لازقه انه اللي بتنجح لازم تتنازل ولازم تعمل مش ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. احنا كنا نعتبر بالعكس، احنا كنا نتحامى. اصل دول اهل البلد الجمال، ده منهور. اشتغلنا في شبين الكومه، اشتغلنا في المنصوره، اشتغلت في السادات، كانوا يعتبروا اهلنا. بقول لك وصلني بسلام. ايوه صح. لا بالعكس انا ما حسيتش باي حاجه، ده انا مره واحد من الجبل قلت ده يا لهوي في المحمد السقا هيخطفني، طلع راجل غلبان. لا الحمد لله يعني احنا ربنا حماكي. ما انت ابوكي كان بيقعد يقول لي يا دينا، لا الحمد لله يرحم. احنا بس كان يقعد يقول اصل انا محصن ولادي. أيوة. محصننا. أيوة. محصننا. أيوة. انا محصنهم، انا ما خافش عليهم. ايوه طيب وانت خدتي من جيجي ايه وخدتي من بابا ايه من ابوكي ايه؟ لا بابا بقى انت عارفه اللي هو ايه، الناس بتتعصب من بابا دي، ما مش مشكله بقى. وابويا دلوقتي الموضه الان مامي اسمها ابو نو ابويا الان دلوقتي العيال ولادنا ابويا وامي، لا لا مامي ولا بابا. لما نبني بيقول لي امي، لا هما بيقولوا بعض يا اسطى يا اسطى. دلوقتي الشياكه، انا لقيت ولادي بيقولوا هما اخوات يا اسطى يا اسطى. الشياكه دلوقتي ابويا وامي. طب فانت خدتي منه ايه بقى؟ لا بصي شوفي احنا كلنا خدنا الخلطه. يعني بنقول يعني الحمد لله التواضع، وان هو كان بتاع يعني بيحب اهله بيحب امه، واخد باله من اللي حواليه ودمه خفيف ودين الوسطي ودين معامله يعني بحب كل الناس اللي كانوا صوتي. ايه تعالي ايه، لا تعالي هنا تعالي هنا مش هت بدعم دينا. تعالي يا دينا تعالي. كل الناس الوقت ده اللي هو وقت التسعينات. تعالي بس في المايك هنا عشان الصوت بيبقى. كل الناس وقت التسعينات ما كانش البنات يعني ان هم فكره الشغل قوي، دينا كانت عياط عياط. انا فاكره وقت كنتاكي فعلا كنت صغيره جدا تعيط تعيط، يعني كانت البنات عايزه تبقى في الجامعه وتتخطب او تقعد في البيت او تشتغل. اخرها لو اشتغلت في حكومه دي حاجه ما حصلتش. لا أيوة صح. هي دينا مخها لا بسم الله ما شاء الله بجد لا مخها شخص. لا يعني متطوره كل احنا كلنا بص احنا احنا ما عندناش احنا 100 جنيه اديكي 100 جنيه بصي احنا كلنا احنا 4 بنات واحنا كلنا متعودين كده نعتمد على نفسنا، مفيش حاجه اسمها نعتمد على حد. طبعا انا ودينا يعني لما اتجوزنا وكده طبعا رجالتنا بس هم يعني احنا معتمدين. انا اتجوزت انت عارفه يعني متاخر. انا قعدت 18 سنه بشتغل. يعني اتجوزت 39 سنه. شاهدي لوحدها بقى قصه. يعني اتجوزت 39 سنه فانا قعدت اشتغل 18 سنه كان تركيزي في الشغل 100%. طبعا مش زي ما بعد ما اتجوزت وخلفت، بس طبعا انا ما اقولش للناس تعمل كده لا بس يشتغل. لا هي دي حاجه بتاعتك هل انت كنت بترفضي؟ لا انت حظك. لا انا عارفه يعني ترفضي حد يبقى كويس. بيبقى مخك بصي بيبقى مخك زي ايه كانت بتقول لك انا في بنات مخ لا يعني انا هقول لكم حاجه، يعني دينا ما قابلتش بجد الحد المناسب
طول ال 39 يعني ما قابلتيش حد مناسب. عشان فاهيتا تعمل لنا الكافيتا ما كانتش ظهرت. ايوه فاهيتا تعمل لنا فاهيتا تعمل لنا. لا انا عملت لجينا لا بتاع يعني بصوا عشان فاهيتا لازم انا كنت مستنيه فاهيتا يعني. لا ما احنا عشان الناس مش فاهمه الناس مش فاهمين هي دينا دينا لما يعني احنا كنا كلنا نفسنا دينا تتجوز وما كانتش يعني اتاخرت طبعا وانا على على وقتي انا متاخره متجوزه 30 سنه ودينا اتجوزت 39 سنه بس احنا كنا جالنا انهيار عصبي كلنا وجبنا جبنا جاز على ما دينا اتجوزت. فلما جيتي تتجوزي انا عايزه اعمل دينا مفاجاه مش عارفه اعمل لها ايه يعني دينا بتتجوز يا جدعان هبقى انزل لكم اللينك بتاع المفاجاه اللي انا عملته في فرح دينا. جبت لها كل اعلاميين مصر كانهم بيقدموا في برامجهم خبر جواز دينا. انا طبعا انا اشتغلت في الاعلام بقى في الاعلانات في الـ في, الـ في الميديا. دينا بقى جت اشتغلت انا بقى طلعت انا رحت زيروكس وقلت لدينا يلا يا دينا جت معايا وبعدين رحت الاي ار تي وقلت لدينا يلا يا دينا جت معايا بس مش بتيجي ان انا بعينها بيعملوا لها انترفيو زي اللي حضراتكم شفتوه ده. لا شغل الميديا ده صعب جدا صعب 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 شغل الناحيه بتاعتنا دي كمان طبعا شغل الناحيه بتاعتكم محتاجه كاريزما شغل الناحيه بتاعتنا دي صعبه جدا كل شغل في الميديا وعارفين الشغل في الميديا ده صعب صعب مش زيروكس صعبه لا الميديا اصعب واصعب طبعا صعبه 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 وضغوط نفسيه فظيعه 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 والبقاء للاصلح ايوه والبقاء للاصلح هو اللي بيتعب قوي يعني بس احنا كان الحمد لله ربنا كان كرمنا كله في كرم ربنا. طب يا دينا لما جيتي تخلفي زين جوزك خد الفيزا بتاعت امريكا وقال لك اخيرا خدنا فيزا امريكا وزين هيبقى امريكاني وده اللي بيسعى ليه كل الناس الامريكان الحمد لله مغربي كل الناس اللي هو بقى الواد هيطلع امريكاني الا دينا ما رضيتش قال لها نعم يعني ايه قالت له لا 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 لا, لا. انا اروح اولد لوحدي من غير امي واخواتي وكده ما رضيتش واحده صاحبتي انا لفيت على كل الناس صحابي اللي ولدوا في امريكا قلت لهم قولوا لي الحقيقه اي اتبهدل كله قال لي عياط انه لوحدهم من غير اهلهم لوحدهم من غير اهلهم واحده صاحبتي بقى كلمتني وهي ما شاء الله يعني عندها بيت في لندن يعني اكيد دينا انا ممكن اصحى الصبح كنت اولد في اي حته في العالم دخلت عيلتك وحواليكي وبتاع وطبعا المحشي اللي دعاء بتجيبه في المستشفيات بس بنحكي عليكي عامله سودة كده دعاء بتعملها فطبعا لا طبعا اخواتك واهلك وفرحه اخواتك واهلك واصحابك بالخلفه وبتاع وعشان ايه في الاخر عشان يحصل ايه ما حصلش عشان ما لا والبالونات والهدايا اللي جت لولادتك ولادة زين كل الناس كانت فرحه عارمه في الميديا ان دينا مبدئيا اتجوزت ده اولا وبعدين دينا جابت زين ربنا يحميه لك يا رب يا ربنا يحمي لك زين وليلى هو بصوا بصي بقى نرجع لحته الشغل بصي بقى كان يجي لنا شغل كان يجي لنا شغل 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 مرتب ثابت ومفيش بقى كده ومفيش تجري وكده وكنت شارده تقول ايه ده يعني افضل طول الشهر وانا عارفه دخلي هو المرتب اللي اخر الواحد بيبقى وكان يبقى شغل كويس وكل حاجه اللي بيدور على على السهل الابو مرتب ثابت ما بيكبرش انا دايما اقول القعده بتكييف انا عايز اقعد في 9 ل 3 واروح من 9 ل 5 هيفضل لا وبيروحوا بدري وبيقول لك على قد فلوسهم وما بيعملوش المجهود على قد فلوسهم وهو مش على قد فلوسهم هو على قد فلوسك انت اللي دخلالك بالظبط لازم تعرف انها فلوسك انت ما تجيش تشتكي لان انا ياما شفت الامثله دي وبيجوا يعيطوا لان ما فيش حد بينجح وكده غير لما بيكون تعب قوي 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 وشقي قوي 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 ولا حتى اللي بيقول لك ده محظوظ هو اصلا ما فيش حاجه اسمها حظ ليه ده بيقول لك الحظ ده اصله حظ اصله مش عارفه ان الانسان الا لما سعى هو اصلا ده ربنا قال كده هو رب وانا سعيه سوف يرى صح فهو ربنا هيشوف سعيك فهيرزقك ده موضوع تاني ما فيش حاجه اسمها حظ اصلا حظ ايه انت اصلا بتبتدي اول ما بتبتدي تشتغلي بتلاقي حاجات 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 انا لسه كنت بتكلم مع ناس صحابي الناس بتيجي تشتكي على حلها مفيش حد بيدور على الحل لنفسه كله اصل هم اللي ما مش عارفه ايه اصل مدير بيضايقني اصل دي ما هي الناس كلها كانت كده
ويعني ده فلان الفلاني محبش. يعني دي الدنيا. انا حتى امي بتقول لي احنا طول عمرنا من واحنا صغيرين ويعني هي الدنيا كده، هي الدنيا كلها كده، فيها حروب فيها مشاكل فيها وفيها ناس وفيها ناس وحشه وفيها ناس ممكن تضايقك. بس انا في القصه دي مع ناس كتير، انت ما تقعدش تشتكي تحط الشماعات، انت ما انت هتحضر الشماعات اعرف انك ايه، لا مؤاخذه فاشل. انت والله عجبني جدا فيديو لحد كان طالع بيتكلم على يعني حد من الممثلين اللي هم الشباب اللي مش لاقي شغل ومش عارفه ايه، فطلع بيشتكي. طبعا ربنا يعني يدي كل واحد ويشتغل وكل حاجه، ومهنه صعبه وكل حاجه. بس هو قال له ايه رايك تبقى ايه، تبقى راجل وتشتغل اي حاجه تانية لغايه ما ربنا يكرمك. صح، عجبني. او احمد عز بيقوله كان بيشتغل في السياحه لغايه لغايه ما كبر وبقى ممثل مهم. يعني اسمع قصص، ما فيش حد بيفضل قاعد حاطط ايده على خده لغايه ما يجيله الفرصه. صح، بيشتغلوا مليون حاجه ويقول لك ده بيشتغل هنا وبيشتغل هنا وبيشتغل هنا وبيشتغل هنا وبيشتغل. يعني شوف حالك يا حبيبي، ما تقعدش بقى تحط ايدك على خدك. طب يا دينا لما انت كده انسانه مهمه، دينا طبعا وصلت لبوزيشن ثواني بس ولا مهمه ولا حاجه ولا لا 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 وصلت يا اسمعي بس بقى. ما انا لسه هنزل منك ما تقلقيش مش هرفع. لا يعني مثلا كانت مديره وكانت كذا وبتقعد في حتت كويسه، وطبعا فجاه دينا تبيعي اشارات. ابيع اشارات ايه يا دينا؟ ده انا اللي قلت لك على فكره، انا اللي قلت لك موضوع البراند الاشارات. نعمل حاجه وانا قلت لك الاشارات. انت اللي قلتي، انا اللي قايله لك. ايوه يعني انت ما عندكيش مانع تقفي في المعرض تبيعي بايدك. ماي بليجر، سعاده رهيبه. انت تقعدي مع الكونسيومر او الكلاينت او الاند يوزر اللي هم بيسموه الزبون. الزبون سواء بقى بتبيعي اي حاجه، سعاده بالغه. يعني ادرينالين بينزل من وشي كاني خرجت. لا، ويوم ما ببقاش قاعده مع ميتنج او عميل او زبون شارب او بتاع، بيبقى يوم كئيب ودمه تقيل مع انك بتتعبي جدا وانا بتعب جدا، احنا بنموت يا دينا، بنتسفلت. بس بنبقى تعبانين جسديا ولكن مروحين سعداء انه في حاجه. ادرينالين على فكره. يعني بنقف نبيع الاشارات وندي، والاشارات بتبقى حاجات صغيره بقى. مش بشتغل بقى كوربريت ولا ديل بقى مع لا ولا مناقصات ولا الكلام ده. الكلام ده بقى انت بتبيعي ده الاشارات ب 200 جنيه ولا يعني عارفه؟ لا طبعا ان انت تعملي لا يعني اقصد انه في عز ما انت بتشتغلي مع الكوربريت وبتشتغلي مع الناس الكبيره وبتعملي الديلز وبتعملي كذا، انت برضو بتقفي. اوطي واجيب ال 10 جنيه من على الارض، مش اوطي اجيب ال 10 جنيه، اجيبها كشغل كفلوس. يعني ابقى قاعده زعلانه ان في حته بتاعي كده 38 جنيه مرميه على الارض، اوطي ونقعد نطبقها. شوفي بعد مثلا 25 سنه، مع 25 سنه شغل. فالناس تقول لك انا ما هنش نفسي. لا لا لا, لا 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 تهيني ايه ده؟ طب ايه رايك في اللي كانوا يبعتوا لي انا انت مذيعه كبيره انت ليه بتهيني نفسك كده؟ تهيني نفسك؟ بيقولوا لي كده. ايه رايك؟ شرف كبير جدا، ما حدش حاسس بقيمه النعمه والشغل. انت عارفه انا ممكن اقعد دلوقتي يعني ماشي، ممكن اقعد ما اشتغلش. بقى وهانم وزي الفل وكل حاجه تمام يعني، وحلاوه بقلاوه بقلاوه يعني مش حاجه. وجوزك بقى وهو شغلته بقى وهو مش هنموت يعني عشان لا 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 ازاي بقى؟ صح، تقابلي الناس دي نعمه. صح، الشغل نعمه. صح، والصحه بتيجي على قد التعب. ايوه مظبوط. واليوم ما بتقعدي في البيت الواحد بيكتئب. ايوه صح، الواحد يقول لك اصل متعود على الشغل ومتعود على الشغل. انا بقى بشوف بقى ناس مثلا صحابنا مثلا لما بنبقى في النادي ومش عارفه يقول لي ايه ده بتنزلي المهندسين كل يوم؟ ايه هو انت بتروحي التجمع؟ هو انت بتروحي كذا؟ يعني لا ده انا رحت معرض اسكندريه ثلاث ايام، قعدت اشتغل من الساعه 10 الصبح ل 12 بالليل. والله ما نحس، بنتعب شويه نرتاح شويه وننزل. بس سعاده رهيبه. انا ببقى قاعده انا ما بعرفش بصراحه ان كل ما فينا صحه ربنا مدينا صحه ربنا مدينا السعاده في البتاع. يا سلام يا دون دون، يعني اخيرا عندك شويه حاجات بعد كده ان شاء الله نبقى نطلع بقى ونطلعك مع جيجي، ولازم جيجي بقى تبقى قاعده معاكي وتحكي لك على اصل جيجي ليها بقى برسبكتيف تاني. تقول لك ايه دي قعدت تعيط لباباها وباباها يقول لها واحنا مش لاقيين ناكلك. فهي جيجي عندها قصص بقى من نوع اخر بقى، تقعد تحكي لك على الموضوع في الكواليس. جيجي النجمه بتاعتنا. شكرا يا دندن، شكرا يا دندن، ونتقابل قريبا. شكرا ليكم، وانا عامله الفيديو ده عشان نستفيد ليس اكثر ولا اقل. يلا سلام عليكم.